احنا مسؤولا اعاده نائب رئيس النادي وعده لجنه الكره اللي بتضم ساعتها في الوقت ده كان الراحل العظيم الكابتن طارق سليم وحسب الاعمار يعني الكابتن طارق اللي ما كانش عنده مجلس اداره وكابتن حسن وانا. ويعرض علينا ان في مدير فني مش عاوز اسامه حسني، واسامه حسني دوت جوز بنتي. ف ناقشنا طبعا لان احنا لجنه كوره في الاخر احنا بندي الحق تماما للمدير الفني مش عايز اسامه حسني. فانا وافقت رحت البيت طبعا لقيت مراتي زعلانه وبنتي زعلانه. قلت لهم الاهلي واسامه الاهلي ما حدش يتكلم في الموضوع ده خلاص دي مصلحه النادي الاهلي. اعتقد دي توريك الموضوع ممكن يمشي ازاي يعني. الرساله مباشره بخصوص الاكاديميه يعني. خلاص مفهوم.